حسام لو يجي في البرنامج مقدمين على تعراس ما حد يجي عندي اغلى منه. يا جعلني فداك يا علي والله العظيم. والله العظيم البرنامج اني مستانس كل مقدم اطيب الثاني، لكن يوم شفت ابو سعد تمنيت انه كل يوم عندك. يا بدر يا اخواني شوفوا 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 حزب ابو سعد، شوفوا حزب ابو غلا. اسمع الله عندي 600 صح؟ معك اثنين، عندي 600 اثنين اربعه صح؟ معك ثم 600 انا معي 1000. ال 600 ال 600 كان منجحني بالمركز الاول. لبى والله عين هلا. هو يجي هنا خايف منهم، هو عشان معه خاين ابو غلا. يا اخواني في احد بيخوني بيروح معه؟ لا لا ما خوف. لبى والله عينكم، والله خوفني بالذين. لبى والله عينك يا علي. يا اخوي انا عندي رجل كل واحد عن 1000. سرباز سعد تقول كلمات هو مخايف يقولها وتسمع. صب تركه صب 300 صب تجيب كرك 300 ثلاثة جاهز. اقول لك كل واحد عن 1000 تقول 300 خذ عطهم 1000 ذولي يلا. ها شوف كل واحد عن 1000. والله ما نبي ولا نقطة، والله ما نبي ولا نقطة. ايش تبغى؟ والله ما نبي ولا نقطة. ويوم الاثنين نبي بس ابو غلا يجينا كل يوم. يا لبى والله يجيك الاثنين والاربعاء خليك من الكويس. اسمع وانت وانت نحبك مين مشكلة؟ نطالب الادارة كل يوم يجينا. يا لبى روحك ابو سلم يا رجل والله العظيم انكم تستاهلون كل خير. والله شوف ترى قد كلمني زمان في برنامج واني حبيت البرنامج ووافقت من طيب صوتكم قسم. ترى يا اخواني هذول حركات الشاهين ترى ما اعرف اسوي ذي الاشياء والله اني ما اعرف. لبيه هذه شوف بعصب عشان عند ابراهيم بكره. اسلم يا قلبي اسلم يا نواف. ننتظرك برا ولا نواف لك علي ان طلعت بكره نجي نستقبلك انا وسعد. نستقبلك اقوى من طبق هنا. الا رجعت متى تطلع بهديك الله. ما نطالع ما نطالع هم اساسا يطلعون فالبرايم مرتب لاني اجري الرجال على اقول لهم يعني لا تخافون. المهم سالفتنا اسمع الرجال ذا يقول ايش رايك في الحلاق؟ قلت والله مضبوطه بس يا اخي حف الشنب لان الرسول اللهم صل وسلم عليه يقول حفوا الشوارب واكرموا اللحى. قال المستحيل. قلت خلنا نطوع ينصحك انصح اني شوف شوف. طيب انا بقول لك على شيء. الشافعي يقول تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحه. انا نصحت بالحال فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا ارضى استماعه. لو جبت قلت الشنب واللحيه كذا. شوف 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 لا 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 واضح مشخصنها انت. ليه؟ مشخصنها. لو سمحت لا تتكلم على ربعي. خليك على الاثنين اللي عندك. شنو ربع عجك؟ تعالوا هنا كلكم. الو ما في نوم في الغرف اليوم. يا بكره تندم يا جماعه. البعال جريح عندك هو مع يومين انا معكم ثلاث ايام. شوف ساعه اجيكم كل يوم العيون. والله ما في والله بس سعد واللي ما يبغى يصلي لا يصلي. على اخواني هي من كم كل سفير من كم ابو غلب علمهم بس حق التوصيل 100 نقطه. والله انت تامر والله على كل النقاط. علم السفاره انت ثاني ما طلع علم لا شركه الوقت اسلم علمهم ان كاني ما طلعت واستلمت السفاره فباقي الموضوع عندي يوم لحد باذن الله عندي باذن الله. كفو والله كفو. طيب لاني انا رجل السفر اولا تاجر يوم لحد لله عندي انا رجل املك جماهيريه طاغيه. نعم فان ما سدوها الجمهور سدتها ب دراهمي. كفو كفو روح كفو. والله والله انا قاعد يهاي ترى عندي ابراج في عندك أمريكا. الطيب والله الله يبارك والله الطيب عندي. انا بايع الارض ومعطيني والله عندك ابراج عندي ابراج بعد في العين. نواف بيض وجهك يكفيك والله اجر النيه. ها يكفيك اجر النيه. انا ان شاء الله نمشي تبي اعلمك حاجه. ها علمني حاجه ولا خلها بعدين. خلها بعدين ذاك الحلقه راقد كذا وجالس. شفت كيف اسواليف الحين مع الشاهي الحي يحييك والميت يزيدك غبر. لا 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 مشينا مشينا يا عيال مشينا مشينا مشينا. طيب يا اخواني اسمك كره الطاوله انا محتز يا رجال يا رجال الاسلحه شاهد انا ابغى الاسلحه يا حنا حن فعلا ابغى اشوف اللي مين واللي معه. ابو سعد ابو شو اسمك؟ سم ابو سعد حن طال عمرك فعل مو بس يا ابو سعد يا ابو سعد يا ابو سعد اسلم حنا لا قمنا اما فعلنا ولا ما قمنا. كفو والله انك كفينا امي في يدي انا لا قمت اما فعل ولا شو بس عادل
سعد اسمع سعد طارق الاولين اسمع اقول كلام مدام ابو سعد فيه ريلاكس تبي تشوف يا ابو ريلاكس ريلاكس علي 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 خلي ريلاكس 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 تعال نحن عليهم ونرى ريلاكس يا ابو غلا ريلاكس ما في غير انا ريح. اقتدي بحديث الرسول الشديد اللي يمسك نفسه عند الغلط ما هو بيشرد ما بيشرد والله ما ودي هو طاق من المشكله فيه. لا انت خايف تجيب العيد فيه قلت خلني اروح ايه عشان بعد ما طيب اما طاهر ونواف فكل واحد لها ألف المفترض المفترض صفك يستاهل والله شفت كنت كنا ذا قلت رجل أي كنا للحين ما قلت كم في زيادة لا عاد وين ما أدري هي الحد الأقصى ألف أنا ودي إنهم والله أخذوا أتوقع إنهم 156 لا لأن يا إخواني ترى دائما صراحة أول سفرة في أول في أي برنامج أول سفرة التحدي صعب وشيء يعتبر جديد عليهم لكن قبل ما أقول نقاطهم السفرة اللي بيكونون إن شاء الله يوم الأحد بالمناسبة الآن بينزل التصويت ما أدري نزل أو الآن بينزل بيستمر إن شاء الله إلى الأحد ونعلنه بإذن الله الجمهور يصوتهم نزل التصويت ممتاز ممتاز نزل التصويت في حساب القناة طبعا التصويت يا اخواني على رقم الواتساب اكثر اسم بيتكرر او على اثنين بياخذون السفارة نعم ان شاء الله اصير سفير انا اول شيء لا بالمناسبة اللي ياخذوا سفارة ما راح يتكررون الا اذا ما شاء الله استمروا للنهاية وانعادت صوتوا لي صوتوا لي تستاهلون جميع والله صوتوا لي السفراء اللي بيجون هي نصيحة انا اول شيء اي مبادرة هذا اخوان كلام يهمكم جميعا اي مبادرة بعد يوم الجمعة ترى يا اخواني رصد النقاط رصد النقاط ترى الساعة 9 يوم الجمعة يوقف ليلا ولا مساء لا الليل ليلا ولا مساء ليلا ولا صباح معي الساعة 9 بالليل الجمعة يوقف رصد النقاط بكرة يوقف اليوم هذا النقاط النقاط التسويق انت هذول اخوياك انت صاحي مكملك اسوي سعده المهم مرات بعض فرق الدعم في السفارات بشكل عام اللي قبل ما تكلم عن البرنامج ذا يتاخرون في ارسال المبادرات ترى اي مبادره عشان لا تزعلون مني اخواني انا احب الوضوح والله اي مبادره بعد يوم الجمعه الساعه 9 ترى لن تحسب وانا نبهت محمد عيسى وباكد عليه المبادرات متى ما ارسلت من فرق الدعم راح يعطيكم الأوقات اللي تقدمونها فيها طيب فريق الدعم تأخر لا تنتظر أرجوك فكر أنت وأخوياك واطلع بمبادرة واضح يا إخواني واضح أما في الريالتي فأنا ما أوصيكم يعني الإنسان يستغل الوقت ما أقول خل كل الريالتي وقف وقف لا 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 اختر الوقت المناسب اللي تذكر فيها الناس وتنصحهم وأما أوقات الصلوات في الوضع واضح إن شاء الله الشباب ما قصروا طاهر عز الله ما حتى تحت البث الشباب الوقف تعودوا خلاص عز الله ما قصروا والله ما قصروا بيض الله وجيههم اخيرا اخيرا بالنسبه لاخواني في بعض فقرات المقدمين برايم اي فقره كانت عشان ما اسمي فقره انسى فقره ترى السفراء لهم حق يستاذنون المذيع ارفع يدك وذكر بالوقف ترى مره نعم حتى لو برايم في اي فقره في اي فقره حلو وان كان السفير في البرايم كان السفير ابراهيم يذكر عادي عادي والله لا يذكر يبداك السبت ما يبدا الحين السفاره حتى 9 9 صح لا ها السفاره تنتهي الين نسلم السفراء الجدد وتقول الحين الجمعه 9 الين اتكلم عن المبادره المبادره ايوه واضح يا شباب الامور واضحه طيب اما نواف وطاهر سم لا ابدا نبيهم ان شاء الله لطاهر ونواف راحوا بس نبي الناس اللي بيجون نبيهم يعطونا اشتريت والله غريبه ما اعطتكم اياها بشوف الان الحين ترى ابو عيسى هذا ولا تطلع هنا في الحوش ابى اشوف ابشر خل تطلع هنا في الحوش وزي الباقي ابى اشوف طاهر ونواف والله ودنا بالالف يعني كان في شيء بسيط فذاك كل واحد فيكم اخذ 500 زائد 450 950 نقطه لكل واحد يستاهلون يستاهلون 950 لكل واحد والله شف اما يا اخواني 50 ريال بلاش حد اما يا اخواني دفها 50 انت ايش دخلك نواف بوف دف بس باقي 50 اقعد اقعد لا تحتك بفريق اقعد اقعد لا اقعد اقعد يا اخي شوف والله هذه ترى كلامه مهم شوف يا اخواني ترى تقييم السفراء ترى مو عبد العزيز يعلم الله انا من ضمن الفريق وانا اللي اشترطت ان يكون معي ناس يقيمون عشان ما اخذ في ذمتي شيء ومرات يا اخواني ممكن فلان انا اعجب بتقديمه او مبادراته فيميل كيف ابو غلط لذلك لا والله معي ناس كيف تقيمون يا ابو غلط
على جودة المبادرة. تمام. طبعا للعلم ما هو بقصور الله في طاهر ونواف، أول سفرة دائما ترى الأداء ما يكون قوي وطبيعي لأن شيء جديد ما قصروا، لكن المبادرات رائعة، لكن كنا بعد نبي شيء أكبر وإن شاء الله أنهم قدها بإذن الله. أوعدكم مبادرة ثقة بإذن الله. والله النجاح يعني قال عندي مبادرة على الوقف وهو باقي ما يدري هو سفير. هذه مبادرة مني من غير اللي عندي قدامي، إذا قدرت إن شاء الله سفير. بيض الله وجهك إن شاء الله، موعودون بمبادرة قوية إذا قدرت سفير. فالفكرة يا إخواني التقييم على جودة المبادرة، على التذكير في أوقات الريالتي، على الصلوات، واللي بيستغل في وقت وجود الفقرات هذا بعد إن شاء الله. والله المقدمين ما يقصرون يذكرون، ما يقصرون والله أبدا يا أخواني. لحدهم كان منه أقول سو كذا عشان فلان مقصر، لا 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 هي زيادة فقط. تخيل تقعد دوسر يجي يعلن أسماء المستبعدين. وقف وقف استبعدني محب تركي السلطة العليا مستثنى من كل شيء، في مشاكل اما البقيه فادخلوا فيهم. موجود تركي الدوسري يوم السبت على كلامك. ها طاهر المفروض السبت يتكلمون في ابراهيم بكره. ايوه طيب ليش حسب النقاط الحين؟ نقاط المبادره خاص انت المبادره. طيب يعني بكره عنده فتره وقت انه يتكلم فيه صح؟ عنده وقت يتكلم بس ما يحسب النقاط. لا يا اخواني يوم السبت هذه ما راح يكون عليها نقاط، انا واضح معكم، لكن يا اخوان الانسان يحتسب عند الله انه بيقدم شيء ينفع الايتام. لكن السبت ما راح يكون نقاط، تكون مرصوده يوم الجمعه. انا انسان واضح. ابو غلا الا ابغى نسوي مقاطع عن اليتيم هذه يا اخواني. سكريبت احمد عبد احمد الرحيم الى الان ما انسى، سوى فيديو كليب من اروع ما يمكن. انا ابصم نبي ان شاء الله تصلحون فيديو كليب بعد افضل واجمل. انا مستعد كلمه شكر كفو. بس يا ابو كفو كطيب لاخونا نواف عقاب وطاهر تقصروا عز الله يستر. نواف عقاب لا هو ولا فريق دعمه تصدقوا عن كل متوفي من احد. اي والله اطلقوا حمله. نعم بيض الله وجهه وطاهر الله يبيض وجهه وفريق دعمه جابوا كل واحد لله انا اقرب هديه سبحه والله العظيم احنا نستغل فيها وذا وكتاب حسن المسلم الحين كل شوي نقرا ما شاء الله صاركم في مخبه كل واحد بيض الله يبيض وجهه عز الله ما قصروا يا اخواني والله ما قصروا. وترى لو صار في يعني قصور من اول اثنين في السفاره انا اعذر، اول اثنين دائما معذورين لانه شيء جديد، لكن اللي بعدهم عز الله ما لهم عذر وإن شاء الله أنكم كفو قدها. أبو سعد ما يكلك عشان نصلي. لا أبد أبد قل اللي تبغى. ذكر الناس على الوقف. أبغى الله تبقي وقت على الوقف. الوقف تكلمت فيه أبدا كلامك يختلف أنت. لا يا رجل لله لفظك هذا سهل من عسل أن قد صببت على أفواه العسل. بحشركم تكلم أنت والله بحشرهم يوم الاثنين استن بالله. طيب يا أخواني نصلي استنى بالله. يصلي أبو سعد صلينا بسم الله بكم يكتمل الوقت. بكم يكتمل ويجي يوم نقول بكم اكتمل اكتمل باذن الله. عاش ابو سعد تحيه يا حبيبي عاش ابو سعد يا حبيبي صوت صوت عاش ابو سعد ابو سعد اسمع صوته لبيت عاش ابو سعد عاش ابو غلا عاش ابو غلا شباب شباب هم بالصوت يا اخواني خلي الصوت لهم لنا الفعل نعم هم قول فعل والله وجهك عند ابو سعد الله يرضى عنك شلوا ابو سعد شلوا ودوه المسبح خلينا نرجع خلينا على سلطان اي والله وعلى رشيد بعد خذه معك على الطريق الله يا حليل وجايبي يطرح ابو سعد يا حليل اي والله يا حليل الا والله شفاء لبى قلبك ابو غالي وقلبك يا عيني عيوني ها انت قاعد تروح استاهلها والله 50 عندنا صوص ما اقدر والله قد دفها لكن شوف انا واضح كنت اقول لك شفت موجود عيني والله والله تقسيم السفره والله مو بالحال اي لا موجودين نستقبل كشمة يا حبيبي والله الله يسعدك احنا بنستقبلك ونسوي مسيره معك ونحطك كرسي ابو غلب بيض الله وجهك ايه بس جيب معك ارنب باقي الحين بسالهم بس